ينضم إلينا من لندن ديفيد مادن، محلل الأسواق المالية في مجموعة أكويتي. قبل أن نبدأ في الأسئلة، ما هو تعليقك على بيان الفدرالي الأمريكي؟ كان من اللافت أن نرى البنك المركزي الأمريكي يعطي إشارة واضحة إلى أنه ربما يرفع الفائدة مرتين في 2023. أنا رأيت هذا الأمر لافتاً، لأنه قبل فترة قصيرة في مارس آذار تحديداً لم تكن هناك أي إشارات إلى رفع الفائدة في 2023. إذن هذا التحول الكبير يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح. نرى هذا الأمر من خلال استمرار تراجع أرقام البطالة، وأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يخشى من ارتفاع معدل التضخم، وخاصة أن مؤشر أسعار المستهلكين حاليا عند 5%، والفيدرالي يجب أن يركز على معدل التوظيف ولكن لا يستطيع تجاهل أرقام التضخم. وأعتقد أنهم قلقون زيادة عن اللزوم فيما يخص موضع مؤشر أسعار المستهلكين. بالنسبة لموضوع التضخم، كنا دائما نسمع كلمة مؤقت مؤقت مؤقت، هل ما زلنا نسمع هذه الكلمة من الفدرالي؟ أعتقد أن كلمة مؤقت ستظل تقال، وخاصة أنهم سيتجهون لرفع الفائدة. مؤشر أسعار المستهلكين مرتفع عند 5%، ومؤشر أسعار المنتجين وصل إلى 6.6%، وبالتالي رقم 5% لأسعار المستهلكين سيواصل ارتفاعه، وبالتالي ربما نسمع دعوات إضافية إلى القول إن معدل التضخم مؤقت. هم كانوا سيقولون إنهم قلقون في ظروف أخرى، وبالتالي كلمة مؤقت ستظل تطرح لفترة من الزمن. نحن نتحدث الآن وأصبحنا نتحدث عن رفع لأسعار الفائدة مرتين في 2023. إلى أي مدى يمكن ربط ذلك بأرقام الوظائف الآن؟ في حال تحسنت الوظائف قبل ذلك، هل يمكن أن تتغير اللهجة مجدداً، أم أن التوقعات تشير إلى أننا سنكون في نفس الحالة بعد عام من اليوم؟ لا أعتقد أن التوقعات ستتغير. مسار التعافي الاقتصادي قد يتغير، وبصراحة على الأغلب سيكون هناك تباطؤ أكثر من أن يكون هناك تسارع، نظرا للإنفاق الحكومي الاستثنائي والدعم النقدي الهائل من الاحتياطي الفيدرالي. جزء كبير من توقعات الدوت بلوت التي تحركت الليلة الماضية كانت مرتبطة بحقيقة أن معدل البطالة رجع إلى 5.8%، أرقام البطالة مؤخرا، إعانات البطالة تراجعت بشكل كبير، وهذه كانت عوامل أخذها الفيدرالي في توقعاته للفائدة. لكن كما قلت قبل بضع دقائق، أتوقع لبعض أعضاء الفيدرالي أنهم ربما يقلقون زيادة عن اللزوم بخصوص أرقام التضخم عوضا عن تركيز على أرقام التوظيف. أعتقد أن بعض كبار السن في اللجنة تعلموا الاقتصاد في السبعينيات ويتذكرون التضخم الكبير الذي حصل وأثر عليهم، وربما هم يخشون من العودة إلى تلك الأيام، لأنه في آخر 15 إلى 20 عاما التضخم في الدول المشابهة لأمريكا وأوروبا لم يكن مرتفعا. شكرا لك ديفيد مادن، محلل الأسواق المالية في مجموعة أكويتي، كنت معنا من لندن. أهلا وسهلا بك.